يلا واجده سلاسج يلا طب 45 ثانية باش تجاوب على هذا السؤال. شو يعني؟ حيا يا إذا السؤال نذكركم مشاهدي الكرام هو شحال هو عدد الممالك في إفريقيا حاليا؟ شو يعني؟ ممالك غير جاي؟ رجعي مازال عندك إذا بقات لك 19 18 ثانية دابا عشرة ثواني أتونسيو عشرة ثواني تسعود ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة رشيد ثلاثة انتهى الوقت الجواب؟ ما لقيتش الجواب ولكن كنقول ثلاثة ثلاثة نعطي بعد السيد التليفون ديالو الأمانة ديالو قبل ما نعطيك التليفون إلا سمحتوا نديروا واحد السيلفي بالزربة باش نحيدوا ستريس ياك يلا شكرا شكرا سي شادي تفضل التليفون ديالك رسلت الواتساب بقاش تهضر معنا في الواتساب راه تشوف لي مسألة يلا صحو على شادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا الخبر كان زميل شنو اللي خلاك أميمة تقول لي ثلاثة ديال الممالك أنا قبل دراسة الفضاء كنت جيولوجي ليسونس جيولوجي وكنا كنقراو يعني هذه ما في خبرش الإعداد القديم راه مزيانة لا 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 نقولوا ليه كل شيء تبارك الله عليك تبارك الله واخا ولكن كنظن ثلاثة علاش ما تكونش ستة؟ أنا ما متأكداش هي إفريقيا معروفة أن فيها الـ يعني الرؤساء بزاف ما فيهاش أوروبا فيها الممالك المملكات متأكدة إفريقيا إفريقيا ما فيهاش ممالك بزاف هذا سؤال بخمسين ألف درهم واش انت متاكد عندك 50000 درهم ولا كاينه كاينه موجوده وما تيش عطيها ليا ياك لا بالعكس 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 باش تربحوا بغيتكم تربحوا والله الى لنفرض لنفرض قدر الله جواب كان خطا واش غيبقى في الحاله دي معك 15 طبعا لا انا شوف انا فرحانه حيت جيت لهذا البرنامج وحيت حدايا الاستاذ رشيد الوالي والاستاذ داداز هذا يكفيني والجمهور وكيفاش تعاملوا معايا وانت بركه الشرف ليا بركه عليا وانا انا فرحان لا سانسيغ موحد الام بي سي 5 جات وجابت هذه النوعيه ديال البرامج والمغاربه غيكونوا على موعد مع واحد المجموعه واحد الباقه وغيبداو يشوفونا ماشي غير في القنوات المحليه يبداو يشوفونا اون جينيرال ويشوفونا بحله اخرى وهذا زوين بزاف شوف حمزه انا تلا كان عندي ميعاد وقلت ان نحاولوا اننا ناجلوا باش نحضر لهذا البرنامج وانا ناشط مع هاد الناس تبارك الله شرف لينا السعاده فربحنا حنا نشطنا قصرنا ضحكنا ربحنا ال 50 هي ما ربحناش ال 50 يكون البرنامج لا ولكن قبل ما ندخلوا قلنا ما غنحشموش بهذ البنت غنديروا مجهودنا ولكن الا ما توفقناش انا 25000 درهم وهذا 25000 درهم وهي تمشي فرحانه تمشي الفضاء واخا تمشي الفضاء وميمة بغيتك تذكرينا اذا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي زعما قلت واحد الكلمه زوينه انا غادي غير نتبع كلام كي سولتها قبيله قلت لي انا ربحت اش بغيتي ديري قالت لي بغيت نشري الماتيريال ديال الفوتوغراف يعني هي عزيز عليها هوايتها يعني الفوتوغراف فدا نتمنى من الله ان تكون هذيك الثلاثه هي سبب ديك 50000 ان شاء الله ان شاء الله ومع حمزه خويا اذا الجواب الله يحفظك السي عزيز شكرا قولوا لنا الجواب الاخوان اذا اختاريتوا ثلاثه لظروف ديالكم انتم قلبتوا في الانترنت انت عارفه قريتي جيولوجيا ولكن اختاريتي السؤال ثلاثة والسؤال ثلاثة جواب هو اللي ربحت صحيح